خبرينا شو بيعني لك لقب العالمية اليوم؟ اسم مريم فارس عم يقترن معه العالمية من بعد تحدي قومي. ليكي تحدي عفوي، ما تخيلت انه بيوم من الايام رح تحدي هالقد عفوي ينتشر بالعالم كله وينشر معه غنية. كانت عندي قصة مع هذه الغنية، هالغنية بالذات قومي اللي هي بعد فترة تعب كان 4 سنين قلت لحالي قومي ورقصي وخلص اطلعي من كل شيء. وفعلا هاي الغنية كتير عزيزة على قلبي، وبعد 3-4 سنين غيرت البيت شوي تبعها وحبيت انه ارجع اقدمها بطريقة عفوية، وما تخيلت انه رح تجول العالم وتحقق لهاي اللحظة. يمكن صار هلا اكثر من 8.4 مليار مشاهد على تيك توك بس. كانت فرحة ما فيني أوصفها لدرجة صرت أبكي بس شفت الريبورتاج اللي نزلوه. قلت حلو نفرجي وجه لبنان الحضاري وجه الوطن العربي الحضاري، مش عطول يكون عندهم فكرة عنا أنه نحنا الحرب وأنه نحنا المتشددين وأنه لا، نحنا كمان عالم منحب الحياة وعنا فن وعنا فن حلو. قد ايه بيعني لك انه كل جمهورك اللي بحبك وانتظر عودتك القويه، قد ايش بيعني لك انه اليوم عم بزقف لك ومبسوط بالنجاحات يلي حققتيها وعم بيقول انه مزبوط انت اليوم رجعتي اثبتت انت ملكه المسرح؟ مبسوطه كثير. لك انا اساسا مني مع استراتيجيه التواجد كثير، بس بعد غياب فتره طويله ارجع والناس حطني بمكاني هالقد عالية وهالقد حلوة بيأثر فيني كتير، انه انا كأنه قطع هالفترة وما كأنه قطعت فترة انا كنت غايبة. بحس حالي رجعت اقوى بكتير. كتير اشخاص بيقولوا اذا بتكون تعرفوا عن تراث بلد لازم مريم فارس تاخد هذا الامر، لانه الدبكة العراقية هي متداولة من سنين، بس جوبي الكل صار يعرفها من مرة مريم فارس. هذا هدفي أنا، هاي رسالتي بالفن، إنه أعرف ثقافات الدول على بعضها، ثقافات الفنية. وهلأ إجا وقت التشوبي لفكر فرجة كل الناس إنه هيدي دبكة اسمها تشوبي عراقية، نحنا منرقص عليها بس ما منعرف شو هي. فكانت فكرة طورتها عملتها غنية، والغنية الحمد لله محققة نجاح كتير حلو. انت متواضعه، انت من النجمات القليل يلي بيوثقوا بمصممين مبتدئين ليصمموا لهم. شفنا رامي قاضي وصل للعالميه من ورا مريم فارس، واليوم مصمم جديد. هو معي اليوم هو صمم لي هالفستان، ورح تشوفوا كل الفساتين اللي جايه رح تكون من تصميم جان بيير خوري. جان بيير شاب جديد، ايمنت بموهبته من اول لحظه شفت تصاميمه، وقلت هذا اللي رح يكون المصمم الجديد يلي رح يلمع. وانا اكيد انه ما رح يخيب لي ظني مثل كل الاشخاص يلي ايمنت فيهم بالفن، ان كان بتصميم الازياء ولا ان كان بالاخراج ولا ان كان بالرقص ولا ان كان بحيلا دومان. حيلا شخص مسكت بايده وايمنت بموهبته فعلا وصل واثبت للناس انه بيستحق انه نضوي عليه بجداره. انتك الاخيره لجمهورك بحبكم بس.